فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: إن كثيرا من المسلمين هناك يدفعون زكاة الفطر قيمة لا قوتها لقلة فقههم في هذه المسألة أو لتكاسلهم في البحث عن فقراء، فلهذه الأسباب قمنا يا فضيلة الشيخ بإنشاء موقع نقوم فيه بجمع الزكوات ثم نوزعها على الفقراء، ونعلن في الموقع عن كل من يريد المساعدة في جمع زكاته وتوزيعها، ونعلن أيضا عن مكان الفقراء المسلمين المحتاجين إلى تلك الزكاة في بلدنا، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا المشروع وما نصيحتكم لنا؟ هذا طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى، جزاكم الله خيرا. نعم.